إجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل شخص وإصابة 5 بجروح في تظاهرات في أم درمان. وجدد محتجون في العاصمة الخرطوم وفي مدن أم درمان وبورت سودان والقضارف وسنار، جددوا مطالبهم بتنحي البشير مؤكدين سلمية التظاهرات. واعتبر المراقبون احتجاجات اليوم الأكبر والأوسع منذ اندلاع موجة المظاهرات السودانية في 19 من كانون الأول ديسمبر الماضي. وتتهم الحكومة السودانية من تصفهم بالعملاء الأجانب والمندسين بمحاولة استغلال الاحتجاجات السلمية. حرية، سلام، وعدالة، مطالب أجمع عليها المحتجون بالسودان. العاصمة والعديد من مدن وقرى الولايات خرجت في تظاهرات سلمية تم الإعلان عنها قبل أسبوع. هذه الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الخامس وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين لا تزال مستمرة في الشارع السوداني بشكل شبه يومي. لن يتوقف إلا إذا حس الشارع أن هنالك خطوة قوية، وهي أن ينحاز الجيش إلى الشعب ويسقط هذا النظام بكامله، ثم يأتي بحكومة انتقالية تجرى بعدها انتخابات ديمقراطية حرة. دون ذلك لن يرضى الشارع ولن يقبل بغير ذلك أبدا. حلفاء لم يبدوا التعاون المطلوب خلال أزمة السودان الحالية، هكذا يقرأ مراقبون المشهد. فالخرطوم التي تحارب بجنودها على الأرض بجانب التحالف السعودي كانت تعول على الرياض لمساعدتها للخروج من سلسلة الضائقات الاقتصادية والتي تسببت في تعقيد الأوضاع السياسية بالبلاد. الخيارات المتاحة أمام الدولة هو اللجوء إلى الدول الصديقة، يعني من المؤمل كان أنه تقف دول الخليج خاصة الأمارات والسعودية وقطر إلى جوار الحكومة السودانية وتقديم يد العون حتى يخرج من هذا النفق المظلم، ولكن فيما يبدو حتى هذه اللحظة ليس هناك دعم عربي حقيقي يمكن أن يخرج الحكومة من الوضع الراهن. ما زالت الحكومة تأمل في يعني دعم عربي خاصة من السعودية ومن قطر. شهدت مدينة بورت سودان شرق السودان مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والأمن السوداني، ما يعد مؤشرا ينذر بالخطر حال انتقال الاشتباكات إلى ولايات أخرى. اتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاجات السلمية في الشارع السوداني والتي دخلت أسبوعها الخامس تكشف عن نية المعارضة الاستمرار في التظاهر رغم الحلول الرسمية المطروحة. سالي عثمان، تلفزيون العربي، الخرطوم. للقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو عباس حسن أحمد، أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة وعضو تجمع المهنيين السودانيين. أهلا بك إلى الساعة الأخيرة. يعني كيف استطاع تجمع المهنيين السودانيين على الرغم من ظروف الاعتقال وظروف الضغط الأمني الممارسة من قبل الحكومة الاستمرار في هذه الدعوات، واستجاب الشارع لها؟ هذه أوسع مظاهرات تشهدها البلاد حتى الآن. نعم، حقيقة اليوم يعني كان يوم تاريخي، يوم مشهود في تاريخ السودان الحديث. حقيقة خرجت كل أو غالبية مدن وقرى السودان، أكثر من 30 تظاهرة ضخمة جدا اليوم، بعضها التحم مع بعض وكون يعني مسيرة أشبه بالمليونية. تجمع المهنيين هو المنصة الإعلامية الذي تقود هذا الحراك الشبابي الضخم جدا، يقود بحنكة قوية جدا وبتكتيك عالي جدا. ولاحظت هناك تنوع كبير جدا في إدارة عمليات الخروج التظاهرات من عدد من المدن، من عدد من القرى، بهدف تشديد الجهود الأمنية والاستنزافة. بالتالي القوات الأمنية اليوم بالرغم من أنها مارست عنف شديد جدا وعنف وحشي وعنف لا أخلاقي، إلا أنها لم تستطيع أن تضبط، فشلت تماما في ضبط هذه التظاهرات.
وزي ما قلنا كررنا أكثر من مرة إنه الآلة العسكرية لم ولن تستطيع أن تكسر إرادة الشعب السوداني، رغم إنه يعني من التجاوزات الأخلاقية إنهم استهدفوا وضربوا واقتحموا المساجد والمنازل والمستشفيات ومنازل أسر الشهداء، حيث سرادق العزاء اقتحموها وقذفوها بالبومبان الغزم. سنعود أكثر لمناقشة هذا الموضوع، لكن دعني أنتقل إلى ضيفي من الخرطوم ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. أهلا بك سيد عبد العاطي. يعني على الرغم من كافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة، استمرار رقعة هذه المظاهرات يقول أن كل ما فعلته الحكومة حتى الآن لا يكفي. تسمعني سيد عبد العاطي؟ نعم أنا أسمعك تماما، أسمعك تماما. هل تسمعني؟ نعم نعم تفضل. كنت سألتك عن اتساع رقعة المظاهرات على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، فهل فشلت الحكومة حقا في تنفيس غضب الشارع السوداني؟ هو بالطبع يعني أنا أقول، وأنا شخصيا الآن في وسط الخرطوم، هذه هذا الحديث الذي تقوله بأن هناك اتساع لرقعة الاحتجاجات هذا تحته خبر التأكيد، والآن لا أجد أن هناك اتساع، لكن ينبغي التركيز على يعني الحلول، على الحلول التي ينبغي أن تطلع بها الدولة تجاه الضائقة المعيشية. وفيما أرى بأن هناك خطوات ترتيبية الخاصة بالجوانب الاقتصادية وإزالة تلك الأسباب التي كانت وراء الاحتجاجات بما فيها شح الوقود، وكذلك الخطوط التي كانت وقت سابق تلتف حول المحال التي يباح فيها الخبز، هذه كانت من الأسباب، ولكني أرى أن هذا الجانب قد تم القضاء عليه ولم تبقى إلا مسألة الجدولية. سيد عبد العاطي، إذا تم القضاء على هذا الجانب وهو من مسببات المظاهرات الأساسية، لكن المظاهرات تتسع تشمل مدن عديدة، يعني شئنا أم أبينا الفيديوهات ويعني ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيلات تظهر أعداد أكبر للمتظاهرين وكذلك اشتباكات مع الأمن السوداني. نعم يعني هو يعني قد ترى بأن هناك مسألة ومسائل تتصل بوسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات وما إلى ذلك، ولكنها بالتأكيد هي لا تعكس الواقع. المسألة التي نركز عليها وينبغي التركيز عليها سواء كان من قبل المحتجين أو من قبل الحكومة هي الحلول السياسية والحوار الذي ينبغي أن يتم. أنا لا أود أن أتحدث عن أقليات أو عن مجموعات متفرقة هنا وهناك في أي مدينة من المدن، ولكني أقول الأمر العام الذي هو مناط للتركيز والتصويب كيف يتسنى لنا أن ندير حوار مع هؤلاء المحتجين، كثروا أم غلوا، وبالتالي هذا الأمر هو الآن هو الذي يكون محورا لاهتمامنا سواء كان من هذه الجهة. نعم ابقى معي سيد عبد العاطي، يعني سأطرح هذا السؤال على ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عباس. يعني سمعت دعوة سيد عبد العاطي للحوار، كيف تردون عليها باعتباركم الجهة المنظمة والداعية للتظاهرات المهنيين السودانيين؟ الدعوة مرفوضة تماما، لا حوار، وهذا خط يعني الجبهة الوطنية العريضة تم تأسيسها قبل 8 سنوات وهي الجسم السياسي الوحيد أو الكيان السياسي الوحيد الذي تبنى إسقاط النظام وقامت أيضا على مبدأ لا حوار، لا حوار مع النظام أبدا. لماذا؟ الآن فات الأوان للحوار وللحلول السياسية. النظام عقد أكثر من 40 حوار مع مختلف القوى السياسية السودانية وكلها فشلت، وكان هي السياسة يتبعها لشراء الوقت وللالتفاف عليها، وغالبية المعارضين الذين تحاوروا مع النظام انتقلوا من خانة المعارضة إلى خانة الموظف لدى المؤتمر الوطني أو لدى الحركة الإسلامية أو لدى الحكومة. لا حوار أقول له، الشارع الآن حسم هذا الأمر بدري جدا، والثورة قطعت صوتا بعيدا في تحقيق أهدافها. لكن يعني في عز هذه الأزمة البشير يذهب في جولة خارجية من أجل يعني حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لنظامه، وبالتالي هذا يعكس حالة من الاطمئنان لديه. البشير الآن هو متسول، البشير ليس رئيس، البشير هو متسول، قام بزيارة يندى لها الجبين، يعني طرد من الإمارات أول غير زيارته
ورجع بخفين حنين من قطر، والآن يضيق عليه الخناق. البشير نظام الآن مخنوق ماليا واقتصاديا داخليا، ومخنوق من العالم. الولايات المتحدة الأمريكية بثت رسالتها عبر الواشنطن بوست توداي وقالت يجب أن يترحم. قطر رسلت رسالتها، وهي أيضا رسالة تحتوي أو مضمنة تضمن رسالة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي تخلى عن البشير. الإمارات والسعودية كل هؤلاء الدول عدا دولة واحدة هي لديها رأي في هذه الثورة، لا أستطيع أن أسميها، ولكن نقول لكل دول الجوار الإقليمي أن ينحازوا إلى الشعب السوداني. نعم سيد عبد العاطي، سمعت ضيفي في الاستوديو ماذا يقول؟ لا للحوار، وان البشير مرفوض تماما كبقائه في الحكم، ومطالب المتظاهرين هي تبدا بالناحيه السياسيه وليس بالناحيه الاقتصاديه. هو طبعا بالتاكيد ان يعني هذه الكلمه لا للحوار ولا للتفاهم، هذه هي كلمات انا اعتقد لو سوف لن تفيد كثيرا، خاصه إذا نحن نظرنا إلى الأوضاع السياسية في بلادنا، وإذا نظرنا كذلك إلى الجهة التي تحكم والأحزاب التي تحكم، أحزاب كثيرة جدا، حركات مسلحة كانت قد وضعت السلاح، أحزاب تقليدية بالإضافة إلى المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. يعني أي حديث حول أن لا بد أن يكون هناك إسقاط لمن يحكمون دون أن يكون هناك تفاهم أو حوار أو تكون هناك يعني قواعد بناء عليها يحتكم الجميع للرأي والرأي الآخر أو صندوق الانتخابات أو رأي الشعب، هذه يعني أنا أعتقد عبارات غير منطقية وغير واقعية، وأن أي دعوة نحو العنف والعنف المطاد والقوة من هذه الجهة أو تلك الجهة هذه بالتأكيد سوف لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية. وصلت الفكرة، الحتمية هي حتمية التبادل السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي الحقيقي والرأي الجماهيري، ليس الرأي الذي يأتي من جماعات تحتج أو حتى من جماعات تصر على أنها لا بد أن تحكم البلاد في اتجاهها. شكرا جزيلا لك، كنت معي من الخرطوم ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والشكر أيضا موصول لضيفي في الاستوديو عباس حسن أحمد أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة وعضو تجمع المهنيين السودانيين.